على مدار أيام شهر رمضان المبارك تشهد جوامع ومساجد مملكة البحرين في مختلف المحافظات اكتظاظا بالمصلين وخصوصا صلاة التراويح. وفي هذا الإطار دابت إدارة الأوقاف السنية خلال الشهر الفضيل على تنظيم برنامج لنخبة من الأئمة في مملكة البحرين لإمامة صلاة التراويح، الأمر الذي يسهم في إبراز قراء البحرين داخليا وخارجيا. قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أحياء لليالي الشهر الفضيل تنظم إدارة الأوقاف السنية مختلف أنشطتها وبرامجها الدعوية وبرنامج صلاة التراويح والتهجد لكافة الجوامع والمساجد في مختلف محافظات المملكة وسط أجواء إيمانية وروحانية. هذا الشهر المبارك وخاصة في شهر رمضان يلتقي المسلمون في صلاة التراويح حيث تشع فيهم نور الهداية وترتفع فيهم روح الحب لله عز وجل والحب لرسوله عليه الصلاة والسلام وحب دخول الجنة من باب الريان. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. الحمد لله بلغنا شهر رمضان وشهر هادي ننتظره من زمان، ويعني فيه لقاء وفيه محبة فيه ألفة بين الناس إلى جانب العبادات التي يعني يشترك فيها الجميع. صلاة التراويح أو قيام الليل فضيلة من فضائل شهر رمضان المبارك التي تعطي فرصة للمسلم بقضاء وقت أطول مع ربه والتكثير في الدعاء في شهر تجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات. لله الحمد، يعني انت لو تلاحظ النشاطات الموجوده اللي في المراكز يعني انت قاعد تنتقل من منزل لمنزل ما شاء الله تكتشف في قرى جديده، يعني حتى السنه الخطوه اللي سوتها اداره الاوقاف يعني شيء يشكر عليه انه قاعد يشجعون القرى الموجودين في الداخل. يعني في السابق احنا تعودنا كان قرى من الخارج، لكن هاي فرصه بعد ان احنا نكتشف المواهب اللي عندنا، الشباب الموجودين اللي عندنا فرصه ان يطلعون ابداعاتهم في القراءه. ولله الحمد يعني ما شاء الله، انت لو دخل مثلا جامع الشيخ موزه ما شاء الله عندهم على طول الشهر يعني بتنوع، كل 3 أيام قارة جديد. بنروح مساجد ثانية طبعا، الرفاع، المحرق، مدينة عيسى، في كل مكان ولله الحمد يعني في قراء متنوعين، في كذا قراءات متنوعة، تتعرف على مشايخ الدار ومواهب جديدة قاعد تطلع في الميدان ولله الحمد، وأسأل الله يتقبل منهم الجميع صالح الأعمال. الحمد لله أن الله نعم علينا هذا الشهر الفضيل، والله يتمم علينا إن شاء الله صيام وقيام إن شاء الله. وثاني شيء نحب نشكر الأوقاف السنية على يعني إتاحة فرص للقراء البحرين، يعني التجربة أو مثلا مساهمة في صلاة التراويح حتى المراكز تحفيظ القرآن ما قصروا بعد، في كانت في تصفيات وفي حق اللي راح يؤمون في التراويح. شهر رمضان المبارك أفضل شهور السنة عند الله، فهو شهر الصيام والقيام، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن ومضاعفة الحسنات، فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة فيه أكثر من مضاعفتها في الأيام الأخرى. في أجواء تملأها الروحانية والطمأنينة والسكينة يؤدي المصلون صلاة التراويح في مختلف جوامع ومساجد مملكة البحرين وهم تلهج ألسنتهم وقلوبهم بالدعاء والتضرع للعلي القدير بأن يتقبل منهم الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.